الوقت ليس كافي لإحداث التغيير لجانب الفريقين. كرة وضرب الجزاء. نعم الثانية الأخيرة من الوقت البدل الضائع. سيناريو لم يكن منتظر. شباب قسنطينة كنا منعرج هو في تضييع ضربة الجزاء. الآن كرت نتيجة التعادل أمس يمنح بالخير ثلاث نقاط لفريقه ويمنح ثلاث نقاط لفريقه بالخير. وبعدها مباشرة الحكم يعلن عن نهاية المقابلة لتفوق شباب الوجداد بهدفين مقابل هدف أمام شباب قسنطينة في توقيت حقيقة هدف قاتل في الثواني الأخيرة أو في الثانية الأخيرة من الوقت البدل الضائع. فريد ملولي سيناريو ولا في الأحلام. سيناريو لم يكن منتظر بتاتا. شباب بالوجداد في الوقت اللي كنا ننتظر أن المباراة تنتهي بالتعادل هدف لهدف لأن حتى الوقت البدل الضائع انتهى. نعم. شباب بالوجداد يعود ويسجل من ضربة جزاء. شباب كما نشاهد ونتابع. إذن اللاعب بالخير محمد عبد السلام يمنح ثلاث نقاط ثمينة لشباب بالوجداد. شباب قسنطينة للأسف لم يتمكن من الحد من وضع حد لسلسلة النتائج السلبية. ننتظر ربما الأنصار ينتظرون والكل ينتظر مجيء المدرب خير الدين. قبل ذلك هاي فرحة الأنصار شباب الوجداد يبادلون اللاعبين.